السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عبارة عن علامة استفهام وتساؤل. امبارح طبعا السوشيال ميديا انفجرت طبعا بمقتل أو باكتشاف مقتل الإعلامية شيماء جمال اللي كانت متجوزة أيمن حجاج المستشار. السوشيال ميديا طبعا امبارح بعد ما كان متغرق بأخبار شيماء جمال اللي كانت متجوزة أيمن حجاج المستشار ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، اللي طبعا ساب البلد وهرب بعد ما تم اكتشاف جريمته وقتله، وقال ان هي او قيل ان هي كانت مراته وعرفي وهددته وما الى ذلك. وناس قالت ان الموضوع ما كانش كده، ده القضاء، رجاله في القضاء ومجلس القضاء الاعلى هم اللي قالوا يخلوها متجوزها وبتاع، يعني بغض النظر التفصيله دي مش قصتنا. فالموضوع امبارح كانت السوشيال ميديا مقلوبه بسبب الموضوع ده، وهرب وراح فين وجه منين، والناس بقى يقول لك الناس دي بتشمت فيها وما بتشمتش. طبعا عارفين ان هي المشاغبه شيماء جمال اللي ادعت كذبا وزورا وشهدت زور على 9 من الناس اللي اتعدموا في كرداسه، وقالت ان هم دول اللي عملوا نفذوا الجرائم. لكن بغض النظر عن التفصيله ديت، السوشيال ميديا امبارح كان فيه هياج بسبب الموضوع، والموضوع كان شاغل الراي العام. احنا طبعا انتظرنا او النهارده يعني انتظرنا امبارح بالليل او النهارده نلاقي مثلا هاشتاج اللي طالع مثلا اعدام ايمن حجاج، نعم لتطهير القضاء المصري، مش عارف عايزين نجيب حق ولا اسمها حق شيماء جمال فين. محدش اتكلم، يعني محدش جاب سيره، ولا هو عشان قاضي يعني، ولا هو عشان مستشار، ولا عشان جلبيه القضاء لمؤاخذه بيضه طاهره ما ينفعش تتنجس. طب ما هي اتنجست، وفي قبل كده كتير 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 قوي شواهد كتير قوي نجسوها قبل كده، يعني ايه الحدوته؟ والواد نسيب ابن عبد الرحيم علي، نسيب عبد الرحيم علي، فاكرين التسريب الشهير بتاعه هو برضه هو وحماه. فالموضوع يا جماعه ايه يعني؟ هو الموضوع بالمزاج يعني؟ الواد اللي قتل نيره اشرف مفيش اسبوع كان اتحكم عليه بالاعدام، طب المعلم ده نعمل معاه ايه يعني؟ ناهيك ان هو بقى هرب وبتاع وكلام من ده، ايوه القضاء فين؟ ولا هو طبعا عشان خاطر ما ينفعش يلمس بقى ثوب القضاء الابيض، فهي ماشيه بمعايير مختلفه يعني. زي برضو نفس الفكره بتاع الحدوته بتاعت ابن نبيله مكرم اللي لسه موجوده على الساحه، محدش اتكلم عنه دلوقتي، انما جبنا للواد اعدام يعني في اسبوع، ودي عمال يقول لك لسه التحقيقات تاخد مجراها. فمحتاجين نعرف البلد ماشيه ازاي والناس بتتكلم في ايه. امبارح عمرو اديب، انا مستني عمرو اديب، لقيته قاعد بيرقص مع حسن شاكوش، جايب حسن شاكوش بيعلم يغني مهرجانات. ما هو قال لك شكلها كده خلاص هتطبل وتركي آل الشيخ، هيقعدوا في البيت ويلبسوا الجلابيه، قال لك نشوف سبوبه تاني. فربنا يسترها علينا وعليكم. ومحتاجين نعرف حق شيماء جمال هيروح فين، القضاء هيعمل ايه مع الراجل ده، بس عايزين نعرف. ولا هي ماشيه بقى بال سلام، واشوفكم في فيديو جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد رصد.